رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتل بعلة الوفاء، اعتل اشتدت به علته، أخذ يجود بنفسه. كان البعض مشغول في أمور أخرى بالاستحضارات، بدليل أنهم تمردوا حتى عن الخروج مع جيش أسامة، رغم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. النبي كان يمرضه علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يجود بنفسه. دخلت عليه ذات يوم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وجدته وقد مال وجهه إلى الصفرة، انحنت عليه تقبله وهي تقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهي، ربيع اليتامى عصمة للأرامل. قال: بني بني فاطمة، ألا هذا شعر عمك أبي طالب؟ ألا قلت: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ولكن فاطمة لما دخلت كان بيدها حسن وحسين، وهذه الأسماء لها صدع في قلب رسول الله. فالتفت لعلي، قال: علي، علي بولدي. فوقع على صدر رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وآله يغشى عليه تارة ويفيق أخرى. فلما أغشي عليه والحسنان على صدره، رحاهما أمير المؤمنين رفقا بحاله، أفاق من غشيته والتفت لعلي: يا علي، أين ولداي؟ أين حسين؟ أين الحسين؟ قال: يا رسول الله، أنا نحيتهما رفقا بحالك. قال: لا يا علي، ردهما إلي، أنا أحب أن أشمهما ويشماني، أودعهما ويودعيني، أنا أريد أن أموت وهما على صدري. أقول: سيدي يا رسول الله، هذا الحسين الذي تمنيت أن تموت وهو على صدرك، ليتك تراه وشمر جاث على صدره، والحوراء زينب تقل: يا شمر بالله دخلي، وما شافي من الطبرات يزي. ردهما أمير المؤمنين إلى صدر رسول الله صلى الله عليه وآله، ضمهما إلى صدره يشمهما ويودعهما وهو يقول: وهل لما تلقاه عترتي من بعدي؟ أنت يا ولدي يا حسن ستقتل مسموما، وأنت يا أبا عبد الله كدت ستذبح في أرض الفرات من العراق، ودموعه تتحدر على خده. عظم الله لكم الأجر. وإذا بالباب تطرق، خرج علي سلام الله عليه، فقال له الطارق: استأذن لي على رسول الله. قال: إن رسول الله بحال لا يسمح بالزيارة. قال: لا بد من الدخول. وإذا به ملك الموت، فوقف عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يقول: السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا محمد، أني ما استأذنت على أحد من قبلك،
ولن أستأذن على أحد من بعدك، وإن هذه الكرامة لك وحدك من خلقه. فقال أمضي لما أمرك به ربي. وإذا بجبرائيل عند رأسه وهو يقول يا رسول الله لو شئت الخلد في الدنيا وهذه مفاتيح كنوز الأرض، ولو شئت لسيرنا معك جبال تهام ذهبا وفضة. قال وما بعدها؟ قال الموت. قال إذا لقاء ربي. إلى لقاء ربي. يا ملك الموت امضي لما أمرك به ربي. فأخذ ملك الموت يشير لروح رسول الله بقبضة بعد قبضة، ورأسه في حجر علي سلام الله عليه، وجبرائيل عند رأسه وهو يخاطب ملك الموت يا ملك الموت رفقا بحبيب روح حبيب الله، رفقا بروح محمد، عظم الله لكم الآد. ثم استقبل القبلة ومدد يده وأسبل رجله وفاضت روحه الطائرة. رحم الله من نادى ومحمدا، رحم الله من نادى ومظلوما، رحم الله من نادى ونبيا. وإذا بفاطمة الزهراء تمتد إلى جنبه، هو العزاء الوحيد، هو الذكرى الوحيدة، امتدت تقبل بجبهتي. بويا من غاب من غاب، بويا نورك يا ابو إبراهيم من غاب، نورك يا ابو إبراهيم من غاب، يا اظلم على فراقك المحراب. يا رحمة الله وللفرج باب، يا من غاب نورك يا ولينا، من غاب نورك يا ولينا، ابويا هجمت رواية الشرع علينا، ابويا اجينا الصحايك وشياطين شياطين، ابويا بديهم حطبهم شايلين، ومن شافني من شافني المشرج بدين، ابويا رد لي وسطر عيني بيمين.